لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال برنامج اللام التي كتحضر معنا الدكتورة أمنية بن كيران، طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدولي والدولي الوردية. أهلا بك دكتورة أمنية. الله يبارك فيك، وحشناك بزاف. الله يبارك فيك وشكرا لك المؤتمر. بطبيعة الحال كنمشيو دائما، كاين التجديد وكاين الجديد، وحنا دائما في المتابرة وان شاء الله، وكاين دائما الجديد في المؤتمرات خاصة في المجال الطبي. دائما كتكون تطورات طبية كيكون جديد وسريعة وسريعة جدا، وحنا دائما خصنا نتابعوا الوقت باش ما يفوتناش القطار. فعلا، وحنا كنفرحوا صراحة ملي كنلقاو أطباء اللي بالرغم يعني من العمل ديالهم المتواصل كيكونوا يعني بإلحاح كيمشيو لهاد المؤتمرات وكيستافدوا، لأنه دائما تكونوا دائما غاديين في المسار ديال العلم، دائما في التطورات، دائما في الجديد، وهادشي كله لصالح المرضى. بطبيعة الحال اليوم تساؤلات مفتوحة وغادي نستقبلوا المكالمات الهاتفية، ولكن قبل نبغيو نديروا واحد الدردشة طبية وغادي نبداوها بالنصائح العامة اللي ممكن انك تقدميها للاشخاص اللي تيعانيو من الدواليم من ليفاريس، يعني كاحتياطات شنو ممكن ياخذوا خاصة خلال هذا الفصل ديال الشتاء مع هذا البرد، فكتكون الامور شوية صعيبة. بطبيعة الحال اليوم، بطبيعة الحال حلقة اليوم خليناها مفتوحة كيف ما ذكرتي باش الناس يطرحوا جميع الأسئلة ديالهم، وحنا مستعدين باش نواجبوهم شنو هما المشاكل اللي كيعانيوها إلى آخره. بطبيعة الحال من ناحية النصائح، أكبر نصيحة يمكن نوجهها اليوم هو أن في هذه الفترة اللي كاين بدا البرد شوية، هذا هو الوقت المناسب لعلاج الدوالي أو ليفاريس، لأنه في وقت الصيف بعد نوبات تيصعب الحال مني كيكون كنقول الاقتراح أن خصنا نديرو حقن التصلب أو ليسكليروز، وبالخصوص ليسكليروز أوموس كتكون صعيبة أن الواحد يتعرض لحرارة الشمس أو السخونية. فأحسن نصيحة هي أن هذا هو وقت العلاج الناس اللي عندهم الدوالي في هذا الفصل هذا، وما ينسوش أن الرياضة راه حتى هي كتعاونهم، أن الجوارب الطبية يمكن لهم يلبسوها، وهذا الوقت هذا تيكون أسهل بكثير من فصل الصيف، لأن فصل الصيف ماشي سهل باش الواحد يلبس داك الجوارب الطبية الضاغطة لأنك تصهدهم. وهذا هو وقت العلاج في دونك. الحاجة اللي بغيت نشير لها هو أن بحكم العمل ديالي هذه أكثر من 20 عام 23 عام بالضبط، وأنا في هذا الميدان ديال ليفاريس، ودائما الناس هما اللي كيطرحوا عليا الأسئلة. اليوم أنا جا الدور ديالي، أنا اللي غادي نطرح الأسئلة، لأن بحكم الناس اللي كتوافد على المركز أو العيادة كنلاحظ أن أكثر من 60 حتى 70% بعد النوبات الناس اللي كتجي في واحد الوقت اللي هو متأخر وفي طور المضاعفات، واللي على رأسها قرحة الأرجل أو تخطر الدم في هاد لي فاريس، فتيجيو في طور المضاعفات. فأنا السؤال ديالي علاش الناس كتأخر؟ علاش هذا؟ وأنا اليوم أنا اللي كنسول، أنتم اللي غادي تواجبوني وتطرحوا الأسئلة ديالكم وتفيدوني باش يمكننا نزيدوا القدام بجوج. علاش الواحد كيخلي هاد لي فاريس كتفاقم حتى كيجي في طور المضاعفات؟ واش هي واحد الصفة عطيناها لي فاريس أنهم ما كيداوش، أنهم كيرجعوا؟ مسألة وعي، مسألة مادة، مسألة الناس فين غادي يمشيو حيت ما كيدروهمش، يمكن ما كيشوفوش الطبيب، لأن الحاجة اللي بغيت نشير لها كاين شحال من واحد يكون عنده لي فاريس كبار وباينين وما كيدروهش، وشحال وبما أن ما كيدروهش دونك في أغلبية الأحيان ما غاديش يمشي يشوف الطبيب، بغض النظر على أن هاد لي فاريس واخا تيكونوا ما كيدروش راه يقدر يعطيو لا محالة واحد المضاعفات، وهاد المضاعفات اللي كتكون بعد نوبات صعيب العلاج ديالها. ولا مسألة وعي، تيقولوا راه هاد لي فاريس مسألة عادية، وأننا بحكم ما بقيناش كنمشيو البحر أو ما كنتعراوش أو ما كاينلاش نداويوها. هذا هو التساؤل ديالي، علاش الناس كيتأخروا؟ فباش نواجب أنا نقول لأن شحال من واحد يقول كوا داوينا لي فاريس وفتحنا عليهم ودرنا الحقن ودرنا جميع الوسائل وعاوتاني كي يرجعوا.
هاد المسائل هادي ما نكروش انها كاينه ماشي ما كايناش، ولكن راه كاين اسباب علاش وكاين الحلول. اليوم الحمد لله الطب تقدم والاختصاصات موجوده والاليات اصبحت اكثر حداثه، فيمكننا نتغلبوا على الصعوبات اللي كنا كنواجهوها شحال هادي. وانا في لان هذا الميدان هادي فيه اكثر من 20 سنه كما ذكرت، لاحظت كيفاش تغيرنا من الوقت لوقت، واخا غير في سنتين او ثلاثه كيكون واحد التغيير مهم. والحاجه الاخرى اللي خصني نشير لها هي ان بعد النوبات لي ميتويال ما كيسيروش الركب ديال هاد التقدم، فشحال من حاجه مثلا جديده بحال راديو فريكونس بحال لازير اوندوفينو، شحال من حاجه لان ما كتدخلش في الاطار ديال لا بريزون شارج ولا الغومبورسمون، فاللي تعكل المسار ديال العمل ديالنا، وهذا مشكل عويص. نتمنى ان شاء الله انه الامور يعني تقاد باذن الله، لانه صالح يعني للاشخاص المرضى اللي تيعانيو وكيولي عندهم متابعه طبيه، تجاوز الخوف من جهه، دوك التكلفه الماديه ديال كل هاد المصاريف كيف ما ذكرتي، فحتى نتوما يعني كتاخذوا هاد الحس الانساني على اساس انه فعلا يعني الطبيب ملزم انه مثلا غادي يكون العلاج، ولكن كتبقى بالكم مع ان داك الشخص يعني التكلفه كتكون كبيره عليه مقارنه مع مثلا بالنسبه له في حاله الا كان الغياب ديال مثلا التغطيه الصحيه او لا ما كتدخلش فيها. ونتمنى ان شاء الله الامور تكون ايجابيه الحمد لله في السنوات المقبله، وبحال بزاف ديال الامراض اللي دخلات مؤخرا يعني في التغطيه الصحيه، وهادشي كيفرح ونتمنوا الامور تزاد بكل ما هو احسن للناس. بالنسبه للمضاعفات ديال تخثر الدم تكلمنا عليها شحال من مره، ولكن نبغيو وحنا كنديروا هاد الدردشه الطبيه الا سمحت دكتوره نرجعوا للمضاعفات ديال تخثر الدم. فعلا قبيله طرحتي واحد السؤال هو انه الناس علاش كيجيو معطلين في العلاج حتى كنوصلوا للمضاعفات. بالنسبه للمضاعفات ديال تخثر الدم، المضاعفات تخثر الدم هي من احد المضاعفات اللي هي مهمه وهي خطيره، وهذا التخثر الدم تقدر يكون في الشرايين الداخليه وفي الشرايين السطحيه اللي هي كتجي على ليفاريس، وهذا هو محد الموضوع ديالنا ديال اليوم، يعني شنو تخثر الدم اللي كيجي على ليفاريس. طبيعه الحال الواحد اللي كيجي كيكون عنده تخثر الدم اللي كيكون باين، كيفاش باين؟ من خلال الاعراض. اي واحد يقدر يرد باله، الناس اللي عندهم ليفاريس باش يعرفوا عندهم تخثر الدم راه كيبان لهم ان هذاك العرق ديالهم كيقصاح وكيحمر وكيعطيهم الالم، فهذاك تخثر الدم، وما خصوش يقول لا راه كيف والو واقيلا غير خديت شي دقه ولا غير طاحت ولا ولا ولا، لا ديك الساعه خصو يشوف مباشره الطبيب، وراه حاله استعجاليه لان هذاك الدم اللي كيتخثر ما خصوش يمشي للشرايين الاصليين ومن ثم يمشي للقلب او المسائل الاخرى اللي تقدر تكون حاله استعجاليه. والمرحله الثانيه هي من بعد كنعالجوا هذاك تخثر الدم، بطبيعه الحال خصنا نعالجوا السبب اللي هو ليفاريس او الدوالي. على قبل ما عالجنا السبب هذاك تخثر الدم عاوتاني غادي يرجع، ويرجع عاوتاني اكثر من المره الاولى او من المره الثانيه. فشحال من واحد مثلا كنشوفوا ان ملي كيجي تخثر الدم تيبقى ياخذ الدواء 6 و7 سنين، كياخذ لي زونتيكواغولون، وهذه مساله غير طبيعيه، لان هذوك الادويه تقدر يكون عندهم مضاعفات، تقدر يجري لهم الدم بزاف، تقدر يعطيهم مشاكل كثيره، فهذه مساله غير طبيعيه اننا نبقاو ناخذوا الادويه بدون فائده. خصنا نداويو دائما شنو هو السبب، شنو هو الاصل، شنو هو المنبع ديال هذاك تخثر الدم. فتخثر الدم هي كنتيجه غير نتيجه المرض، فخصنا نعالجوا المرض سبب المرض. والمضاعفات الاخرى اللي كنلقاو واللي كنلقاو معاها صعوبه وصعوبه بزاف هي قرحه الارجل. فالناس اللي ما كتعرفش شنو هي قرحه الارجل، انا كنستدعيهم انهم يشوفوا على جميع المواقع الاجتماعيه قرحه الارجل او لولسير دو جامب دوريجين فاسكولار او فينو اللي كيجي من الدوالي. وكنتمنى ان اي واحد
ما يوصلش لهاد قرحة الأرجل لأنها مسألة صعبة. وهاد قرحة الأرجل كتبين على شكل أن الجلد كيبدا كيكحل كيبدا كيتقشر كيبدا كيتوسخ كيدير تعفنات وبعد نوبات كيبدا كيزول وكتشوف المسك العريان او حتى بعد نوبات حتى العظم كتشوفو عريان ومسخ وما تقدرش تشوف فيه والعلاج ديالو كياخد مدة وكيكون صعيب وبعد نوبات توصلو حتى لاغريف دو بو. داكشي علاش هاد قرحة الأرجل هي مهمة ومهمة بزاف. كاين عدد كتير من الأمراض اللي كيعطيو هاد قرحة الأرجل ولكن على رأسها لي فاريس أو لي زارتير ستادير لي فيسو الشرايين بصفة عامة. فالناس اللي عندهم قرحة الأرجل الله يعطيكم ستر راه ما خصش نداويو غير قرحة الأرجل، دائما خصنا نشوفو شنو هو السبب. وهاد المشكل هذا كيتطرح مع عدد كتير من الناس اللي كيشوفو مثلا ديرماتو وتيبقاو يعطيوهم غير الأدوية بلا ما يشوفو شنو هو السبب. حنا ماذا بينا يكون واحد العمل ديال الشراكة وكنتعاونو، ماذا بيا أن ندير باغ إكزومبل تشخيص ونقول أن هذا قرحة الأرجل جاية من الليفاريس ونعطي الديرماتو أنه يعالج هاد القرحة الجانب ديال سميتو، ولكن ولا بدا ما نعالجو السبب. راه إلا ما عالجنا السبب تعيا 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 ما تداوي في هذيك قرحة الأرجل راه ما غاديش تعطي نتيجة، والواحد غادي يبقى هذيك القرحة غادي تسد واحد الأيام وغادي تعاود ترجع. فدائما المريض كيقنط وكيستسلم لهذاك المرض ديالو تيقول لك وأنا تلفت ما عرفش فين نمشي مشيت درت لي عليا. ففعلا نقطه مهمه جدا هو انه خصنا نعالجوا الاصل ديال المشكل الحقيقي ديال هذاك المضاعفات اللي عطانا يعني قرحه الارجل. طبيعه الحال فين شاف الواحد قرحه الارجل انها ما كتداواش وكتبقى تمشي وترجع، خص دائما الواحد يقلب على السبب. ومن بين الاسباب الاساسيه والمهمه هي هادو ديال لي فاريس اللي بعد نوبات ما تيكونوش باينين، تيكونوا داخليين. فدائما خصنا نقلبوا عليهم، ما لقيناش السبب ديال لي فاريس غادي يكون حاجه وحده اخرى اللي خصنا نقلبوا عليها. معنا اول مكالمه سعاد من فاس. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سعاد. اولا كنشكركم على هاد بحال هاد البرامج اللي كتنورونا بهم وكنستافدوا منهم بزاف. مرحبا. شكرا بزاف الله يخطيكم. شكرا لك سعاد. مرحبا. بغيت نسيب دكتور انا عندي لي فاريس رجليا اليمنيه كنعاني منهم هذه مده طويله وما كانوا كيضروني ما والو، غير انما في هاد الاونه الاخيره كنحس بحال رجلي كتثقال عليا، كنحس بها بحال حجره بحال هزه بحال دابا نقولوا بحال هزه ثقيله عليك يعني انا ثقيله عليك. ثقيله في الحركه ومع وهذا وكنعاني عاوتاني من لاغتروس تاكل الغضروف عندي، والرياضه كنمارسها بحده كنمارسها دائما. شحال عندك من عام باش يكون حيت حلقك بان لي مازال صغيره بزاف باش يكون عندك لاغتروس؟ وعندي هذه مده وانا كنعاني منها. شحال عندك من عام؟ 46 عام. راني كبير 46 46 مازال صغيره زعما قبل الوقت هذا لاغتروس. واش انت متاكده عندك لاغتروس؟ عندي درت الراديو حتى الطبيب تفاجئ فيا قال لي زعما انت في هذا لاج انت وصلتي لواحد المرحله انك خصك ديري العمليه ولكن انت دابا في هذا لاج ما يمكن لكش ديري. مازال صغيره بزاف زعما باش تجيك هذا المشكل ديال لاغتروس. هذه مده وانا كنعاني منها ما نعرفش واش من زعما ملي انا اللي كان دائما مواصله في الرياضه كنلعب بزاف بشده. واش يمكن الرياضه ما كنتيش كديريها بالقاعده لان الحاجه اللي فاتت القاعده ديالها، ولا كنتي كدير شي حوايج اللي ما خصكش ديرهم يمكن هي اللي اثرت عليك. عندك مشكل ميكانيك ماشي مشكل ديال انك عندك زعما مشكل في الدم ديال روماتيزم ولا شي حاجه، يكون مشكل ميكانيك. وهذا المشكل الميكانيك في اغلبيه الاحيان
كيجي ان الناس ما كيعرفوش من الرياضه اللي غادي توالمهم، مثلا تيكون عندهم زياده الوزن وهما كيديروا كينقزوا بزاف ولا كيديروا ستيب ولا كيديروا حمل اثقال، ولا خاص الواحد يتصنت على الدات ديالو او يستشر مع الكوتش باش يقدر يوجهه وما يديرش الحاجه اللي ما خصهاش يدير. لان هذه القضيه شحال من نوبه كنلقاو دي شيغور دو طوندون ولا ليغامون ولا شي حاجه بالرياضه. الرياضه راه مزيانه ولكن خصها هي دار بالقواعد ديالها. اولا انا كنشاركك تاع انا الشكر على هاد البرامج وعلى الاذاعات اللي كيعطيونا الفرص ان حنا نقدروا نقدموا واحد الاستفاده واحد الخدمه، وهما مشكورين لان في الحقيقه الاذاعات ولاو كيشاركوا في البرامج التحسيسيه وهما تيولاو تيؤديوا واحد الدور مهم بزاف، فانا كنشكرهم من جانبي. وحاجه واحده اخرى، الاخت قلتي هذه مده طويله وانت كتعاني من هذا المشكل ديال لي فاغيس وان رجليك كيتقالوا عليك، شنو هو الحاجه اللي منعاتك انك ما تمشيش للطبيب؟ دابا انا اليوم انا اللي كنسول سعاد، دابا قول لي شنو الحاجه اللي ما خلاتكش تمشي للطبيب؟ لا مشيت غادي نجاوب على السؤال ديالك. السؤال ديالك محلو دكتور، الله يجازيك بخير. زعما بالنسبه انا كان ما كانوش كيحرقوني، وكنقول يمكن التكلفه بالنسبه زعما راه تكون غاليه انني باش ندوز. الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. لان الماده حقيقه كتلعب واحد الدور مهم. الواحد الا ما كانوش كيضروا بزاف وداك الشيء تيقول وندير واحد الحاجه، الله يحسن العوان. ولكن الحاجه ملي كتولي فيها واحد الالم وهذاك الالم كيطول واحد المده، كون متيقن ان ما غاديش يمشي بوحدو، على الاقل واحد استشاره طبيه في الاول وتعالج الحاجه في الاول ديالها. لان الا ما عالجتيهاش ما غاديش تعالج بوحدها، ولا محاله غادي تزاد والتكلفه غادي تكون اكثر. فشحال من واحد كان نديروا له الحقن ما يوصلش مثلا للحاجه اللي هي صعيبه كقرحه الارجل، لان كيبداو يعانيوا والتكلفه كتكون كثيره ومن بعد يمكن تكون عمليه الى اخره. فالتكلفه في الاول كتكون بسيطه وما غالياش، ومدى بينا ان الناس يجيو في الاول يعالجوا باش ما كتكونش المسائل صعيبه وكتطول لانه من بعد كتولي مضاعفات وكتولي تكلفه ماديه اللي كانوا خايفين منها يعني كيرجعوا ليها. فالاحسن كيف قلتي الواحد ما يديرش المانع من نفسه، يدير استشاره طبيه ويشوف الاصل المشكل ويعالجه قبل ما يوصل المضاعفات. ناخذوا معنا حوريه من ارفود. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حوريه. انا دكتوره. مرحبا. لاباس عليك؟ كي داير ارفود؟ كاين شي برد؟ كان الحمد لله كنشكركم. قولي حيت انا راه جايه في راس العام ان شاء الله. اجي مرحبا بك. انا جايه في راس العام لارفود. قولي كي داير الجو؟ اجي مرحبا بك. زوين غزاله ارفود، غزاله. اجي مرحبا بك. بارك الله فيك. المغرب ديالنا غزال في الحقيقه. بارك الله فيك. خصنا نتمتعوا به وخصنا ارفود مانيفيك جميع الفصول ديالو. طبيعه الحال. حورية للأسف انقطع الخط. سمعنا صوتك على خير، نتمنى ترجعي تواصلي معنا إن شاء الله ونتعرفوا على التساؤل ديالك. معنا سمية من الدار البيضاء. ألو سمية. وي صباح الخير عليكم. صباح النور. كيداير لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. نتمنى بعدا نكون أنايا من الأولاد قبل يوم الجمعة نقول عيد ميلاد سعيد ميد غاديو. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. بارك الله فيك. كنبغيكم بزاف وكنشكر بزاف بزاف الدكتورة ديالنا الدكتورة أمنية بن كيران. الله يبارك فيك. ماشي غير دكتوره، انما دكتوره واخت وصديقه وما نقولش لكم الحمد لله. الله يبارك فيك. انا الحمد لله متبعه معاها. غير بغيت نسال الدكتوره، واش طفلة عندها 9 سنين يجيوها لي فاغيس؟ طبيعه الحال. وهذه غير هذه ايام قليله ونزلت على اليوتيوب وعلى الموقع الاجتماع ديالي على قبل الاطفال اللي وليد صغير وعنده 9 سنين وكان وعندو لي فاغيس، ولي فاغيس كتار بزاف. باش نشرحوا ان لي فاغيس ما عندهمش واحد العمر المحدد، غير هو بالنسبه للاطفال في اغلبيه الاحيان تيكون يحملوا في طياتهم امراض وتشوهات داخليه. فاحنا كنقلبوا على داك التشوهات باش كيمكننا نعطيو النصائح والعلاج قبل ما يفوت الاوان.
زعما بصفه عامه كيكونوا لي فاريس دائما تيكونوا معاهم امراض اخرى، وهادشي راه يمكن لك تشوفوا في المواقع الاجتماعيه وفي لو سيت ديال السونتر. يعني كيف ما ذكرتي لي فاريس ما معنيش بهم غير الكبار، وانما كل فئه العمريه ممكن يعرفوا يعيشوا هذه الصعوبه المرضيه اللي هي لي فاريس الدوالي. حسن الحظ انهم ما كاينينش بزاف عند الدراري الصغار، حالات قليله، حالات قليله، ولكن كان الناس اللي 7 سنين 8 سنين 10 سنين وصلوا حتى لحاله الجراحه. وكاين الناس اللي كيكونوا تيقول لك عندهم كما تنقولوا الوحم، يقول لك هذيك غير توحيمه، هذيك غير توحيمه، يمكن انتاش ولا شي حاجه. خصنا نعرفوا، نخصوا واحد الحلقه تتسماو لي مالفورماسيون فاسكولير بحال لي زونجيوم الى اخره، فهذوك تيكون عندهم تشوهات وتهم عندهم العلاج ديالهم، وخصهم يتخذوا بعين الاعتبار في اقرب وقت. واخا معنا فاصل على نقصر ونرجعوا نواصلوا دائما برنامج لمولاتي. ولي تجاوب عليها مشكوره جدا الدكتوره اميه بن كيران، طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه. معنا فاطمه من سيدي قاسم. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. الله يبارك فيك. انا لاباس عليك، احمد سي. الله يخطيك. مرحبا لاله فاطمه. تبارك الله على الدكتوره ديالنا، الله يطول لها في العمر. الله يبارك فيك يا الله. ملي كنسمعها كنصحى. الحمد لله. الله يزيد خليك دائما والله يزيد فرحتك. بارك الله فيك الحبيبه ديالي. انا عندي داك ماشي لي باغيس، هذوك العنكبوتين، داك الرقاق. داك الرقاق هلا لا. كلشي كيتعالج. انا كنقرا بزاف، ما كنعرفش نقضي الشغل وانا كارفه. كلشي كان عنده بالوقفيه. واحد كاع بحال بزاف ديال العيالات مغربيه ولفتيها. واش ممكن دكتوري يديروا لي لا طونسيون؟ لا، هادوك ما كيديروش لا لا طونسيون، لا ما عندهم حتى علاقه. وبالخصوص هادوك اللي على شكل عنكبوتين، الا ما كانش معاهم داك لي فاريس او الدوالي الغلاظ الكبار اللي هادو، هادوك زعما في اغلب الاحيان تيكون عندهم غير جانب تجميلي وما تيكونش عندهم تاثير على الصحه ديالك. فاذا كان عندك مشكل ديال الطونسيون ولا هذاك، من الاحسن تشوف طبيب القلب. شوف الطبيب ديال القلب من الاحسن. نتبعها مع الطبيبه ديال القلب، ولكن انا ما فهمتش، عندي واحد لا طونسيون دابا في الشتاء كيطلع لي ويدفع لي في الليل، وفي رمضان وفي الصيف تينزل، ما تنبقاش تقريبا كنبقى ناخذ الربع ديال الكيلو وطايح. عندي دابا مازال ما طحتيش في الدواء اللي غادي يوافقك، ولا يمكن طلب. وي نقول لك غير المكونات، ما نقولكش السميات. لا انا بلاتي سمح لي الا قاطعتك، انا ماشي التخصص ديالي ديال القلب. انا شي واحد تيجي عندي عنده مشكل القلب او عنده دقه القلب ماشي هما هذوك او اي حاجه، كنصيفطو عند طبيب القلب، لان ما خصش في هذا الوقت الحالي يكون واحد الخلط ما بين طبيب القلب. جا السؤال ديالها يعني في موضوعنا قبل في الاوف، كنا كنتكلموا على هذا المشكل فعلا. تماما، ما خصش يكون خلط ما بين طبيب القلب وطبيب ديال الشرايين. حنا كاين القلب ديال الشرايين، كاين القلب الشرايين ديال القلب، وكاين والشرايين يعني شرايين القلب، وكاين الشرايين ديال الاطراف اللي كيتسموا اونجيولوج فليبولوج، واللي هما كيتكلفوا بلي فاريس وبالشرايين ديال الجسم كلها، ماشي غير لي فاريس غير. بون هما تعرفوا بلي فاريس، لان لي فاريس مساله متداوله ما بين الناس، فما خصش يكون عندك لا خلط في هذه المساله ديال الطونسيون ديالك. كنصحك انك تبين طبيب ديال الطونسيون، والمساله ديال لي فاريس اللي هي على شكل شبكه عنكبوتيه ما عندها تاثير على الصحه ديالك، فهذيك يمكن لك تصوبها الا كان نفسانيا كانت ما تتعجبكش، ولكن راه ما عندهاش واحد المشكل على الصحه ديالك. فانا كنصحك تمشي عند الطبيب ديال القلب، ماذا بيا ان كل واحد يدير غير الحاجه اللي كيعرف. انا كنعرف لي فاريس ولي فيسو، كندير لي فاريس ولي فيسو، ما كنمشيش لواحد الحاجه اللي ما كنسخنهاش. قال لك كنفضل الواحد يدير غير واحد الحاجه اللي كيعرفها ديال التخصص ديالو، ما يفوتش التخصص يعني في الجانب ديالو. انا ما كنديرش القلب، فاي واحد كاين بعد نوبات في الكابينيت يكون غلط، وحنا كنوجهوهم تنقول لهم راه هذا ماشي عياده القلب، فيمكن لك تمشي عند طبيب القلب من الاختيار ديالك. لا فعلا مهمه جدا، لانه انا مازال عاقله لهذه سنوات يعني مع البدايه
الحكايات ديال يعني لقائك معنا من خلال البرنامج كان واحد الخلط كبير ودائما خاصنا نذكروا به، لانه ملي كنتكلموا على الدواء اللي الناس كيفهموها، ملي كنتكلموا على يعني تخصص ديال امراض الشرايين، دائما فوق ما كنسمعوا كلمه شرايين مباشره كنمشيو عن كنقولوا اختصاصي ديال امراض القلب، في حين انه الناس اللي كيعانوا مثلا من نبضات ديال القلب او الامراض ديال القلب حتى الا مشى عند اختصاصي ديال القلب والشرايين يعني مفهومه وغادي يكون توجيه صحيح، ولكن ملي كنتكلموا على قرحه الارجل على الاطراف على الشرايين راه كاين تخصص خاص يعني ديال المختصين في علاج هاد الامراض ديال الشرايين ديال الجسم كله يعني بما فيهم الاطراف، وكيعرفوا اصل المشكل ديال لي فاريس. هذا هو اللي باش ما يكونش هذاك الخلط وحتى الناس يفهموا، وغادي يعاونوهم حتى في التكلفه الماديه، لانه الشخص ملي غيحس بالقلب ديالو كيضرو وغادي يمشي عند اختصاصي في امراض القلب راه غتكون التكلفه هي هذيك، ماشي بحال واحد اللي عنده مشكل لي فاريس عنده الشرايين يعني ديال الجسم ديالو مثلا كاين فيها شي مضاعفات وغادي يمشي عند الطبيب ديال الامراض ديال القلب ومن بعد ما غاديش يكون يعني العلاج صحيح لانه ماشي تخصص ديال الطبيب ديال امراض القلب، اولا ممكن غادي يبقى حتى يقنط من هذاك العلاج في حين انه غادي يعاود تكلفه ماديه ونفسيه، لانه كنعرفوا الواحد ما كيبغيش يمشي للطبيب الساهل راه ما سهلش ومحتاج العوان، فداك الشيء علاش نبغيو ناكدوا على انه ومزيان هاد السيده اللي كنشكرها بزاف فاطمه من سيدي قاسم، على الاقل واحد سولات وصلت معنا، حنا كاعلام الدور ديالنا ان تكون درجه الوعي الحمد لله مرتفعه ما بين الناس فين ما كانوا، وبحضور ديالك انت كمختصه يعني طبيبه مختصه بينتي لها على اساس انه هاد التخصص راه فين خاصنا التوجيه اللي خاصو يكون فيه. الحاجه الوحيده اللي كتاكديها دائما واللي صراحه عاقلي عليها هو الـ 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 يعني الطب العام. الطب العام ممكن على انه اي واحد تلف يمشي للطب العام، لانه كيكون كي قلتي بحال المايسترو وفعلا كيوجه على حسب يعني على حسب الحاله المرضيه، فكيكون يعني التوجيه ديالو صحيح كيعاون حتى المرضى، لانه راه ما ساهلش انهم يفرزوا ما بين التخصصات، على الاقل الطب العام اللي كيكون قريب للحومه او للبلاصه اللي حنا فيها نمشيو عنده ونشوفوا ديك الساعه هو غادي يوجه واش امراض القلب واش تخصص ديال الشرايين واش تخصص ديال شرايين الاطراف. بطبيعه الحال هذه مهمه ديال الميدسان جينيراليز او الطب العام، لان كيوجه وكيكون هو المايسترو او هو اللي كيقدر كيتبع الواحد على حسب المرض ديالو، تيقول له سير لي هذه فعل لي هذه ترك لي هذه، هو اللي كيوجهو. انا كنصح الناس ان تمشي عند الطب العام، راه مهم بزاف ما يمشيوش من راسهم عند واحد الاختصاص يقدر يكون خاطئ، يعني شحال من واحد تيكون عنده مشكل ديال السياتيك وتيحسبوا لي فاريز او لي فاريز تيحسبوا السياتيك، مشكل ديال الظهر، مشكل وكتكون مخلطه وما كتعرفش راسها لاش توجه راسها، فمن الاحسن يشوفوا الجينيراليز. هاد القضيه اللي ذكرتي ديال الخلط ما بين كل حاجه، خاص الواحد يعرف ان اللي كيقابل مثلا لي فاريز راه ما غاديش ندير غير لي كودو بلاغ ونقول لك هاك الدواء وسير، لا هادشي ما كافيش، وخصنا ما بقاوش نداويو بهالطريقه هادي. الا كنت غادي نداوي لي فاريز خصني ندير تشخيص وتشخيص المدقق، ماشي بحال في بعد نوبات نقولوا ايوا عنده لي فاريز انسفيزونس فينوز وصافي، صدير ما تيكونش داك الديتاي، ما تيكونش المساله مقنه بزاف، وكتعطيه وكيعطيو الادويه هكا سير خد هاد الدواء لمده 6 شهور وعاوتاني رجع، وداك الدواء حتما ما غاديش يقضي له شي حاجه، لان دائما حنا تنقولوا الادويه هي غير كتنقص شي شويه ديال الالام والاعراض شي شويه الا هي نقصات، اما دائما خاص العلاج، والعلاج فيه أشكال كتير وكتير بزاف، واليوم الحمد لله كاين واحد تقدم ما زعما كتير بزاف، لأن هاد الميدان هذا مشينا به بعيد. هذا من ناحية، فاللي كي يقول أنا كنداوي لي فاريز خصو يدير أولا تشخيص المتقن، صادير بداك الشيما ديالو اللي شنو خصنا نديرو، ويدير له الحقن الا كان كيدير الحقن، يدير ليه اللازير اوندوفينو، يدير لا خصو يكون كياخذو على عاتقه من الاول حتى الاخير.
دكتورة أمنية بن كيران طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريدية، شكرا لك بزاف بزاف على كل هاد النصائح الطبية والمعلومات اللي نورتينا بها اليوم، واللي أكيد المستمعات والمستمعين الأوفياء استفدوا منها، وحلقات مقبلة إن شاء الله والمزيد من يعني المواضيع الطبية فيما كيتعلق بأمراض الشرايين والدوالي. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة والاستماع البرنامج اللامولاتي. لكم تحية وفاء فائز رفقتنا في الإخراج والبرمجة الموسيقية، سامحة شوبي في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية. نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. شنو هي عزيزة؟ يلا أنا تكلم.
سبايدر مان.